تنجي الحقيقة ويساعد الجلادون ونحصل على جثة الشهيد عبد اللطيف زروال لكي تدفن عائلته ويعرف قبره ويصبح مزارا لكل الديمقراطيين والديمقراطيات. وفي الأخير أريد أن أشكر جميع الحاضرين والحاضرات وأقول للجهات المخزنية أننا ما نفكينش مع الجلادة، ما نفكينش مع المخزن، وما نفكينش مع المجرمين. وفي الأخير ما نفكينش مع المخزن، ما نصلحيش، ما نفكينش.